عميدة طنجة الكرة السلة. الحمد لله بفضل التتويج ديالنا بالدوبلي هذا العام كأس العرش والبطولة. الوالي دار لينا هذا لا ريسبسيون اللي حنا فرحانين بها بزاف. هذا كيدل على اننا شرفنا مدينة طنجة وعلى اننا على ان كلشي فخور بينا. حنا كنشكروه بزاف، كنشكروه على الدعم ديالو على طول العام، وكنتمنوا الدعم المتواصل، وكنتمنى ان جمج طنجة ما يحبسش هنا، وانه يكونوا الاعوام الجايه يكون نفس الفريق، ولا انه يكونوا ان شاء الله اهداف باش انه يجي دوبلي اخر او كؤوس اخرى، بحكم انه كاينه بطوله عربيه جايه، كاينه بطوله افريقيه جايه. الحمد لله احنا غاديين على طريق اللي هي مزيانه، وتنشكر الطاقم التقني ديالنا، وكنشكر الطاقم المكتب المسير، وسورتو اللاعبات والستاف على الجهود اللي كانت على طول العام. شكرا لكم بزاف. من البطولتين في هذا العام هذه وصفتك سنة ككابتن ديال النادي، شنو نسبه تكون الجماهير اللي كتتبعكم كل عام؟ الحمد لله الجمهور عام على عام كيتزاد. ذاك العام كان شويه، مي هذا العام كان جمهور بزاف. كاين جمهور اللي مشى معنا حتى لمدينه الرباط في كاس العرش، ومشوا معنا حتى لمدينه مراكش. الناس هنا في طنجه فاش كنحضروا كنلعبوا كيكون لاصال تقريبا عامره، والحمد لله من مشينا في الطريق راه الناس كيوقفونا كيقولوا لنا ماج طنجه ماج طنجه. المدينه الان كتعرف فريق ماج طنجه، وكتعرف الكؤوس اللي خدا والاحرازات اللي دار، والحمد لله كنتمنوا انه ما يحبش هنا، وكنتمنوا ان العام الجاي يزيد الجمهور يعاود يحضر الفريق ماج طنجه لا ذكور ولا اناث. طارق مقطيبه مدرب فريق ماج طنجه. بهذا الحال السيد الوالد شرفنا وبهذا الاستقبال هذا، وهذا راه هو الدافع المعنوي في الفريق باش يقدم مستوى كبير ان شاء الله الموسم المقبل. وحنا فرحانين بهذا الانجاز اللي قمنا به هذا الموسم هذا. ان شاء الله باقي الفريق باقي يقدر يقول الكلمه ديالو، باقي يقدر يمثل مدينه طنجه باحسن تمثيل. شنو هو السر ديال طنجه باش وصلنا؟ السر هو هو العمل اللي كيقوموا به جميع مكونات فريق المجد، سواء من اللاعبات، مكتب المسير، الطاقم التقني، كاين واحد جروب كيقوم هذا العمل هذا. الحمد لله كاين واحد استراتيجيه كنحطوها دائما في بدايه الموسم. الحمد لله ديك الاستراتيجيه هي اللي عطاتنا هذا الموسم هذا الازدواجيه. ان شاء الله باقي الخير قدام، باقي الفريق يقول الكلمه ديالو ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.